بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يشرحه عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر خطر الاختلاف وما يسببه، وروى مسلم أيضا في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. بلغنا في الشرح فضيلة الشيخ إلى هذا، نبدأ اليوم من قوله: وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وهو حديث عجيب وفيه معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه دعا لأمته، وهذا من نصحه وشفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. دعا لهم بثلاث دعوات: ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني بجدب عام، يعني ينحبس المطر عن جميع المسلمين، ودعا بأن لا يسلط عليهم عدوا خارجيا يستبيح بيضتهم، يعني أرضهم، ويستولي على جميع بلاد المسلمين، ودعا بأن الله لا يوقع الخلاف بينهم، فاستجاب له في دعوتين: أن لا يهلكهم بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا خارجيا يستأصلهم. وهذا من فضل هذه الأمة أن الله يبقي فيها بقية، أن الله يبقي فيها بقية تستمر، وإن كان قد يجري على بعضها أو كثير منها من الابتلاء والامتحان والقتل والتشريد. وكانت الأمم السابقة يهلكهم الله عن آخرهم، كما في قوم نوح وقوم هود وصالح والأمم السابقة، إلا أن هذه الأمة ولله الحمد، الحمد لله، إن الله لا يهلكها هلاكا عاما، وإن كان يهلك بعضا منها بذنوبهم. وأما الثالثة فلم يجبه الله، وهو أن يرفع الخلاف بينهم، بل إن هذا واقع، وإن
وإنه يمكن أن يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا هو المحذور العظيم. قد قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الأخيرة هي الخطر العظيم، أن الأمة تختلف فيما بينها وتتقاتل ويسفك بعضهم دم بعض، وهذا هو المذموم، وهذا هو المنهي عنه، وهذا هو المحرم. فإن الله جل وعلا أمر المسلمين بأن يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة، وهذا فيه التحذير من الاختلاف والتفرق، فإنه يؤدي إلى هذا، تفرق يؤدي إلى القتال وإلى سفك الدماء، وأما اجتماع الكلمة فإنه يؤدي إلى حقن الدماء ويؤدي إلى حفظ الأموال، إلى حفظ الأنفس والأموال والأعراض وغير ذلك من مصالح الجماعة. ولهذا حث الله على الجماعة ونهى عن الفرقة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى غير ذلك. فالله نهى هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، ولكن سيكون في هذه الأمة من يتشبه بالأمم السابقة، وهذا هو الخوض في الخلاء في وهذا هو الخوض في 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 في, في العقيدة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذا هو الذي وقع في هذه الأمة، أنها تشبهت في الأمم السابقة في الأمرين: في الخوض في العقائد مما أدى إلى الاختلاف والتناحر، والاستمتاع بملاذ الدنيا وشهواتها والانشغال بها عن الأعمال الصالحة. فهذا الأخير الله جل وعلا لم يجب نبيه صلى الله عليه وسلم إلى منعه، بل إنه واقع في هذه الأمة، وذلك من باب الابتلاء والامتحان وبيان من يصبر على الحق ومن يتزحزح عن الحق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم خاف في هذه الرواية على أمته من شيئين: الشيء الأول الأئمة، يعني القادة من العلماء المضلين أو من السلاطين، الأئمة يكونون من السلاطين ويكونون من العلماء، لأن الناس يقتدون بهم ويأتمون بهم، فإذا كانوا مضلين فإنهم يضلون أتباعهم، وهذا خطر عظيم. وما وقعت الفتن في هذه الأمة والشرور إلا بسبب هذا، بسبب اتباع الأئمة المضلين في كلا النوعين، في الأمراء وفي العلماء. والعلماء أخطر، العلماء الضالون أخطر على الأمة، لأنهم يزينون للناس المخالفات، والناس يثقون بهم لأنهم علماء، فيضلون من اتبعهم واقتدى بهم. فهذا فيه التحذير، كون النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته
ولا يخاف إلا على شيء متوقع. وفيه التحذير من اتباع الأئمة المضلين، فلا يجوز أن تتبع إلا من تثق بعلمه وبدينه، أما من لم يكن عنده علم فلا تتبعه، كالمتصوفة والمتعبدة على جهل، أو العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، لا يعملون بعلمهم وهم من المغضوب عليهم كما سبق. فيجب أن نحذر من هاتين الفئتين، العابد الجاهل والعالم والعالم الذي لا يعمل بعلمه، والعالم المغضوب عليه. فنحذر من هاتين الطائفتين. والأمر الثاني الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أنه إذا وقع فيهم السيف فإنه لا يرفع، فإذا تقاتلوا فيما بينهم استمر القتال فيهم إلى أن تقوم الساعة. وهذا حصل بمقتل عثمان رضي الله عنه، فإنه لما قتل مظلوما شهيدا بغير حق وقع القتل في المسلمين، فكانت الحروب التي أعقبت مقتل عثمان رضي الله عنه واستمرت وتستمر إلى أن تقوم الساعة. وهذا مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وقد وقع ما تخوفه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، فالحديث فيه التحذير من هاتين الفتنتين، فتنة العالم الضال وفتنة الاقتتال بغير حق. نعم. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا في رواية البرقاني أن مسألة ثالثة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيرتد من هذه الأمة فئات كانوا على الإسلام ثم ارتدوا ولحقوا بالمشركين، وليسوا أفرادا بل فئام، يعني أعداد وجماعات كثيرة ترتد عن دين الإسلام. لماذا؟ لأنها ترتكب ناقضا أو عدة نواقض من نواقض الإسلام، فيصيرون مرتدين عن الإسلام ويلحقون بالمشركين، لأن من خرج عن الإسلام لحق بأهل الشرك وأهل الكفر. فهذا إخبار معناه التحذير، هذا إخبار معناه التحذير، التحذير من أن يقع الإنسان فيما يفسد دينه وهو لا يشعر. فعلى المسلم أن يعرف أمور دينه وأمور عقيدته، ويعرف التوحيد والشرك والإسلام والكفر والنفاق حتى يتجنب هذه الأشياء. وعليه أن يحذر أيضا من القادة والأئمة المضلين الذين يدعون إلى الخروج من الإسلام باسم الإسلام، لا يدعون إلى الخروج إلى الكفر صراحة، وإنما يدعون إلى الخروج من الإسلام باسم الإسلام، ويسمون الإسلام الصحيح بالتشدد والغلو والتطرف، ويسمون الخروج من الإسلام يسمونه بالتقدم والرقي والحضارة إلى غير ذلك. فهذا مما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه أخبر أنه سيعبد فئام من أمته بالأصنام، يعبدون الأصنام، وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس عند ذي الخلصة، وهو صنم معروف حول الطائف. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يحصل في المسلمين من يرتد عن دين الإسلام ويرجع إلى عبادة الأصنام، أو يلحق بالمشركين وينعزل عن المسلمين. وهذا خبر معناه التحذير، وهو راجع إلى الاختلاف. نعم. الذي نهينا عنه، فالاختلاف يسبب الفرقة، سفك الدماء، يسبب الخروج
من الدين يسبب الردة عن الإسلام، كل هذا يترتب على الفرقة والاختلاف. والله أمرنا أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة، مصدرنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى الكتاب والسنة فيما اختلفنا فيه والصدور عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم. وهذه مسألة رابعة في رواية البرقاني رحمه الله، أنه سيظهر في هذه الأمة من يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو خاتم النبيين، قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم هو الذي لا يأتي بعده شيء، لأن الناس ليسوا بحاجة إلى نبي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة، ودينه صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، فلسنا بحاجة إلى نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسنا بحاجة إلى شريعة بعد شريعة الإسلام، لأنها صالحة لكل زمان ومكان، فلا مجال لبعثة نبي جديد. إنما كان الأنبياء يبعثون في الأمم السابقة إذا اندرست الشرائع أو انتهى أجلها، فإنه يبعث نبي آخر. ولما بعث الله هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى أمته خاصة، بعثه الله إلى الناس كافة وليس إلى الناس كافة الذين في زمانه، بل الناس كافة الذين يأتون من بعده إلى أن تقوم الساعة. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة لمن كان في وقته ولمن يأتي بعده إلى أن تقوم الساعة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسالته عامة لكل من في زمانه ومن يأتي بعده إلى أن تقوم الساعة، فلسنا بحاجة إلى بعثة نبي جديد أو إلى رسالة أو إلى شريعة جديدة، لأن عندنا ما يكفي للعالم كله، لا للعرب أو لأمة أو بلدة أو قبيلة فقط، وإنما هو صالح للناس كلهم وصالح للأزمنة كلها إلى أن تقوم الساعة. فلذلك ختم الله الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الشرائع بشريعة الإسلام. فمن جاء يدعي النبوة فهو كذاب، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، وهذا في القرآن وفي السنة: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قوله أنا خاتم النبيين معناه أنه لا يأتي بعده نبي، لكنه أكد ذلك مرة ثانية فقال لا نبي بعدي. فالذين يأتون من بعده يدعون النبوة لا شك أنهم كفرة، ومن صدقهم فهو كافر. من صدق المتنبئين فإنه كافر، لأنه مكذب لعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكذب لله ورسوله في أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ظهر حتى في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر من يدعي النبوة وهم مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. المسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن، فقتل الأسود العنسي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسيلمة فإنه بقي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قاتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، حتى قضوا على فتنته
وأراح الله المسلمين من شرهم. ثم جاء متنبئون، والنبي صلى الله عليه وسلم أنهم 30 وكلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا العدد أو أكثر حتى الآن. ولكن الرسول أعطانا الخبر حيث لا ينطلي علينا تصديقهم أو ترويج باطلهم، فنحن نكفر بهم ولا نتوقف في ذلك أبدا، لأنهم كذبة والكذاب لا يصدق. ومن آخر من عرف الآن وله أتباع القادياني، غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الباكستان وله أتباع يسمون بالقاديانية والأحمدية، ولذلك حكم المسلمون بالإجماع بكفر هذه الطائفة ومنعوها من دخول بلاد المسلمين، لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي كذلك أخبر أنه لا نبي بعده، وأن كل من جاء يدعي النبوة فإنه كذاب يجب قتاله واعتقاد كفره وكفر من آمن به. نعم، أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، انتهى. ورواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذه أيضا مما جاء في زيادة رواية البرقاني رحمه الله، وهي المسألة الخامسة، وهي بشرى بعد هذه الطوام والمخاطر والمهالك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أمته أن هذا الدين سيبقى، وسيبقى له حملة وأتباع مع هذه المصائب ومع هذه الفتن، لأن الله تكفل بحفظه. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يزال هذا الدين باقيا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزال له أتباع وحملة يصدقون في حملهم وإيمانهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهذا لأن الله جل وعلا تكفل بحفظهم وحمايتهم. الحمد لله. وأنه مهما تطاول عليهم المتطاولون وتكلموا فيهم وهددوهم، فإنهم لا يتزحزحون عن هذا الدين، بل يثبتون عليه إلى أن تقوم الساعة، وذلك من أجل أن تبقى حجة الله على خلقه. لا أحد يدعي يوم القيامة أنه لا ما جاءه من نبي ولا جاءه من رسول ولا كتاب، فإن الله جل وعلا يقول: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فالله جل وعلا أبقى هذا الدين مهما اعترضه من المشاكل والمشاق، ومهما حاول المحاولون صده والقضاء عليه، فإن الله يرد كيدهم في نحورهم ولا يضرون إلا أنفسهم. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة. نعم، فمضمون هذا الحديث الطويل بروايتيه عند البرقاني وغيره، مضمونه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الاختلاف، لا لأجل أن يمتنع الاختلاف نهائيا، الاختلاف واقع قضاء وقدرا وابتلاء وامتحان، ولكن من أجل أن يحث من يريد الله له النجاة، يحثه على الصبر والتمسك بهذا الدين، وإن حصل اختلاف وحصل مشادة فهؤلاء يثبتون على دينهم ولا يتزحزحون عنه، ويصبرون على ما أصابهم
في سبيله. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حذر من الاختلاف ليس معناه طلب منع وقوع الاختلاف نهائيا وأصلا، وإنما معناه التحذير من الانزلاق مع المختلفين، والصبر والثبات على الحق، وترك ما تنازعوا فيه واختلفوا فيه. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سيأتي مزيد بيان من ذلك، ندعه إن شاء الله إلى لقائنا القادم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا في شرح اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في نهاية هذا اللقاء نشكر لضيفنا ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم حسن استماعكم، ونعمل يتجدد اللقاء وأنتم بخير. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.